السلام عليكم، مريم السايح، طالبة في الحقوق ومسجلة في سلك الدكتوراة في قانون الضرائب في الجامعة الدولية ديال الرباط. كما عرفتوا أنا راسبة ديال الامتحان المحمد اللي وقع فيه مشكل كبير. هاد الامتحان راه وقعوا المشاكل من النهار اللي تبلغ فيه غادي يكون حتى النهار ديال اللوائح الناس اللي نجحوا. هاد الامتحان بانوا فيه بزاف ديال الخروقات شكلا وموضوع، خروقات جد خطيره، شكوك خطيره كبيره ديال الفساد ديال الزبونيه والمحسوبيه، وشكوك في الرشوه حتى هي. اذا حنا طلبنا النيابه العامه باش تفتح تحقيق نظرا لداكشي اللي تيدوز في التواصل الاجتماعي اللي تنشوفو. راه من الضروري تفتح تحقيق، ولكن مازال ما شفنا والو. وهادشي راه جد مؤسف. راه هادشي اللي وقع في امتحان راه ماشي حاجه عاديه. راه تنهضروا على مهنه الدفاع، على مهنه اللي داخله في العدل ديال البلاد. قال تقاسينا حنا في الامتحان، فما بالك من صوره العداله ديال البلاد. لا وقع لنا هادشي في الامتحان، شو وقع في المحاكم؟ وهادشي ما خصوش يتخاد بطريقه خفيفه، حيت راه المواطن المغربي ما غيبقاش يثق في المؤسسات الدوليه ديال البلاد. راه غتوقع ازمه الثقه ما بين المواطن المغربي ولا المواطنه المغربيه والمؤسسات. الناس ما غيبقاوش يثقوا في العداله ديال البلاد، وحتى المستثمرين الاجانب ما غيبغيوش يجيو يستثمروا في البلاد، حيت مع هادشي اللي وقع في الامتحانات. وحنا تبارك الله عندنا صوره العداله زعما ماشي مزيانه. عاوتاني الامتحان زاد بين بان زعما كاينين مشاكل عويصه. حنا ما بقيناش في مشكل ديال الراسبين، ولينا في مشكل اجتماعي. وتنقول وتنعاود راه ماشي غير حنا الراسبين الامتحان اللي ضحايا، راه حتى الناس اللي نجحوا في الامتحان واللي تتبان تسميه والكنيه ديالهم في الامتحان في اللوائح، راه ضحايا ديال الفساد. فوالا، وبغيت تصريح سي وهبي، تصريح مع الرمضاني. ايوا زعما شنو نقول لك، من اي حق وزير العدل ومحامي زعما فوق هادشي كامل زعما يهضر عليا بطريقه غير مباشره. راه هادشي كي تنعرفوا، راه هذا التشهير، هذا السب والقذف لجينا نطالعوا في القانون الجنائي. وهادشي ماشي عادي، هادشي بدون مستوى. وثاني حاجه، فين الشفافيه في الهضره باش يجي يقلب لي على ورقتي في وزاره العدل ويجي يشوفها زعما من اي حق يديرها. راه هادشي تيبين بان كاين تعيب في الشفافيه في الامتحان. وثالث حاجه، هاد الطريقه ديال النظام ديال الكيو سي ام في مهنه المحاماه زعما شنو ليها، زعما شنو هي الشرعيه ديالها؟ علاش غنقول لك واحد الحاجه، كيو سي ام سيستم كندا شنو تيعني؟ بان زائد نقطه عندك جاوب صحيح، ناقص نقطه لا جاوبتي غلط. شنو هو الفرق ما بين شي واحد عنده 80 نقطه 80 على 160 وواحد عنده 0 على 160؟ الفرق هو ان هذاك اللي عنده 80 على 160 جاوب على 80 وخلى داكشي خاوي، داكشي اللي ما كانش عارف خلاه خاوي. هذاك اللي جاب زيرو حتى هو عنده 80 نقطه، ولكن تمحاولي مع داك 80 اجوبه غلطه. دونك سي ان انسترومون دو ميزور كي ني با اديكوا. ولكن من غير هادشي ديال النقاط راه ما بقاش مشكل ديال النقاط. راه هاد الامتحان فيه عيوب شكليه وموضوعيه خطيره، فيه شكوك ديال الجرائم، ديال الجرائم اللي فيها الحبس، اللي فيها الغرامات، اللي فيها زعما جرائم كثيفه جنائيا. ارقام الاستدعاءات اللي تيتشاروا دازوا من واحد لواحد، الناس اللي ما عندهمش الاجازه دازوا، اللي ما عندهمش الاجازه القانون عباد الله دازوا. الناس واحد اللي ديال لجنه الامتحان خدام في الوزاره حتى هو داز في الامتحان. هادشي ماشي عادي. حنا ما بقيناش في مشكل ديال النقط ولا ديال الكوسام ولا ديال سيستم كنديان، لا، ولا مشكل عميق ولا مشكل اجتماعي. داكشي علاش تنطالبوا بالغاء امتحان المحاماه، وتنطالبوا باعفاء الوزير، وتنطالبوا ايضا بفتح تحقيق لان الامر خطير. شكرا.